فرح ما فيه حدا يرجع بالزمن لورا، يمكن الذكريات الحلوة ممكن ترجع، لكن بيحط هدف ليبلش خطوة لقدام بسنة جديدة، يمكن الحماس بالسنة الجديدة بيكون أقوى ليحط آماله شو بده يعمل، شو بده يحقق هيدا السنة، شغلات كتير ما قدر يحققها السنة الماضية بيحط إنه هيدا السنة بده يحققها. طبعا سالي نحن عم نخلص من 2019 وبدينا بال 2020، فكتير من الخطط وكتير من الامال يلي نحن بنتمنى تكون حقيقيه، كل هي الخطط بحاجه لاراده كتير قويه وتصميم لحتى نكون فعلا ناجحين. لحتى نحكي اكثر عن هالموضوع اكيد بصيرنا نرحب بالدكتوره رندا رزق الله، دكتوراه بعلم النفس وعضو الهيئه التدريسيه بجامعه دمشق. صباح الخير، كل عام وانت بخير يا رب. صباح الخير لكم، صباح الخير للجميع، وسنة خير وسلام ومحبة على الجميع يا رب بأول هالسنة الجديدة، إن شاء الله تكون سلام وأمان لبلدنا. آمين يا رب. كل سنة وانتي سالمة. ضيفتنا اليوم بواحد واحد 2020 دكتورة رندا، يمكن حكينا بالبداية أنه الإنسان دائما بيطمح أنه يحقق شيء بيحلم فيه، كلنا بنحلم كلنا بنتمنى، ولكن أحيانا الظروف ما بتسمح أنه نحن كل شيء بدنا إياه يتحقق بنفس الوقت، ف مننطر نحن لا تسمح لنا هيدا الظروف. حطينا انه بالبداية السنة الجديدة دائما بيكون عند الشخص حماس انه يحقق شغلات ما قدر يحققها بالسنة الماضية، قديش مهم يحط الهدف هو بين عيونه ليقدر يوصل. طبعا سالي بالبداية ان احنا عنا خطة للعمل، يعني خطة لعمل الانسان كل سنة لازم يجددها، تكون متجددة، وهذا هي القدره ما يعني ما بتولد مع الشخص وانما بيتعلمها. يعني نحن نعلم الاطفال الصغار انه هن يجددوا كل سنه خططهم ويقدروا يبنوا خطط جديده قابله للتنفيذ وليست خطط وهميه او بعيده عن التنفيذ، لانه ممكن يصيبهم الاحباط باخر السنه لما بده يشوفوا انه نحن ما قدرنا نفذنا هذا الشيء يلي كنا مخططين له. فكتير مهم تكون الخطط منطقية بالبداية، أهدافنا تكون من خلال مبنية على معطيات واقعنا، على شو في بين إيدينا إمكانيات، شو بقدر أنا وشو بقدر طور هاي الإمكانيات بخطوة لاحقة. كتير مهم أنه بالنسبة للشباب والعمر الصغار بالأخص عمر الطلاب المدارس والجامعة وفيما بعد يلي بفايت على بداية حياته عمل وتطوير مهني معين، انه هو دائما يبني خطط مستقبلية ويكتب هاي الخطط. يعني كتير بيقولوا انه اكتب كل سنة انت شو بدك تعمل، حتى لو ما تنفذ منها ممكن 20%، بس ما عليه بنكتب لانه بيحطك على ارض الواقع انت وين ولوين رايح. يعني ببداية كل سنة أقول أنا لازم السنة القادمة مثلا أنهي هالقد وحقق هالقد مثلا نجاح معين، علامات معينة، درجات معينة، إلى آخره، طور لغة معينة. فكل هذا كتير مهم لحتى الواحد يطور حاله ليشتغل على حاله. ليش بنقول اشتغلوا على حالكم؟ فكتير بيسألونا شو يعني نشتغل على حالنا، يعني نطور إمكانياتنا، نطور مهاراتنا، نطور قدراتنا حتى الشخصية، مو بس إمكانياتنا بالأرقام، الإمكانيات المادية والإمكانيات العلمية، وإنما أيضا إمكانياتنا الشخصية. يعني في شيء أنا خوف معين ما عم بقدر أتجاوزه، خوف اجتماعي معين، فأنا بشتغل عليه بأهداف معينة، بخطة معينة، بخطوات محددة لأني أتجاوز هاي المخاوف. عندي مشكلة نفسية معينة، قصة معينة، فأنا بعمل خطة لحتى أني أتجاوزها تمام. ولأني أعمل توازن معين وتسوية معينة معه. فهذا كتير مهم ببداية كل سنة نحن نحطه، وبنهاية كل عام نعمل تقييم شامل للسنة الماضية. ولكن كتير مهم انه نحن ما نوصل لمرحلة جلد الذات، يعني انه انا قاعدة وعم اقول ما قدرت حقق هيك وما قدرت حقق هيك، وكان بدي وزني يصير هيك وما صار، وكان بدي اجيب هالعلامات معينة، كان بدي مثلا اخذ درجة بيرفكت بالانجلش او بالفرنش او اي شيء او اي لغة معينة طورها وما قدرت، مثلا بقعد كل الوقت انه انا فاشلة، انا ما عم بقدر اعمل هذا الشيء. لا، نحن بدنا ندور على الايجابيات اللي حققناها، وهي خطوه معينه. يعني عفوا دكتوره، هذا الكلام قد ايه
يتطلب معرفة الذات، كل شخص يعرف قدراته. مثل ما تفضلتي وحكيتي، نحن ما بنعلي السقف لدرجة ما نقدر، مستحيل إنه نحن نقدر نحقق الهدف، وبنفس الوقت ما تكون طموحاتنا كتير قليلة وأقل يمكن من قدرتنا. قديه مفروض نحن نعرف ذاتنا بشكل صحيح، نقاط الضعف، نقاط القوة. صحيح. كمان صحيح، هذا كتير كلام مهم، لأنه نحن نكون على أرض الواقع، ما نكون خياليين، لأنه في ناس بيشطحوا شطحات أقوى من إمكانياتهم بكتير. فأنا بدي أشوف شو متوفر بإمكانياتي، إن كانت المادية، إن كانت العلمية، إن كانت كشهادات، كبيئة، كمحيط، لأقدر أنا أعمل خطوة لاحقة شوي، درجة، يعني أطلع درجة عن هالإمكانيات، ولكن ما نط درجات كتيرة أكيد ما رح أقدر حققها، وأكيد بالأخير بدي أحس بالإحباط. لذلك كتير مهم أنه تكون، يعني هذا بده ذكاء حقيقة، أنه الواحد يقدر يحط خطط لمستقبله وما يحبط من هاي الخطط أنه هو ما قدر أنجزها مية. كمان عندنا نقطة كتير مهمة وهي الكمال، طلب الكمال. يعني في ناس عندهم إما كل شيء أو لا شيء. يعني يا أما بضل قاعد بغرفتي، مسكر باب غرفتي علي، ما بعمل ولا شيء، يا أما إذا بدي أعمل كل شيء بدي أعمل شيء لازم يكون دكتورة فيرفكتي. كلام كتير عم نشوفه على أرض الواقع. يمكن هون القناعة بتلعب دور، انه نقتنع بالشيء اللي مثلا الكمال لله. اكيد يعني بدنا بس نقتنع انه نحن خطوه خطوه. يعني بيقولوا انه الواحد الله خلق الدنيا بسبعة ايام، نحن كل شيء بدنا اياه بفرد ساعه. قد القناعه هي مهمه بتحقيق الهدف. هلا القناعه هي كلمه فضفاضه كمان، لانه كل حدا بيفهمها شكل. في ناس بيفهموها انه الاستكانه، انه خلص انا هيك ظرفي فانا هيك بضل وما رح طور حالي. في ناس بيفهموها انه لا، انه هي حقيقه انه نقبل بالناقص، انه انا رح احقق شيء من هذا الهدف ولكن ما رح احقق كل شيء. في درجه معينه على مدرج مقياس بدي احقق جزء منه. ما حدا بيقدر يوصل لكل شيء، للبيرفكت بكل شيء. صحيح. يعني حتى اكثر الناس ناجحين بالعالم، اكثر الناس اصحاب الشركات المتفوقين، اصحاب الاموال، النجاح المطلق بكل شيء، هذا غير موجود. تلاقيهم ناجحين بمجال معين الى اقصى درجه، ممكن 90% 99%، ولكن باشياء اخرى هن ما قدروا حققوا نفس المستوى من النجاح، هن على درجات مختلفه. ممكن هون الاولويات هي اللي بتلعب دور. في شخص اولوياته العمل، في شخص اولوياته العائله، في شخص اولوياته مختلفه عنهم. هون ممكن الامكانيات كمان، يعني حدا عنده قدرات عقليه وذهنيه كثير عاليه فهو بيقدر يحقق انجاز علمي عالي، حدا عنده قدرات مهنيه بيقدر حرفيه عاليه بيقدر ينجز اكثر بهذا المجال، حدا عنده حب للأسرة ولتطوير الأسرة ولهيك فتلاقيه مهتم أكثر بعائلته وبإنجاح عائلته. فمنلاقي والظروف تلعب، يعني ظروف طبعاً. الحياة بتلعب طبعاً. دور كتير كبير. فمنلاقي أحيانا من المشاهير كتير، الممثلين الفنانين الكبار كذا، محققين نجاح كتير عالي مادي وفني عالي، ولكن بالناحية الأسرية أو العاطفية هنن بدرجة أقل. فإذا بدنا نقبل بالناقص، نقبل إنه في شيء ناقص، ما فينا ناخذ كل شيء، ما فينا نحقق كل شيء. دكتورة رندا، يمكن في نقطة معينة نطرحها، هي معنا كتير خلينا نقول هيك بيحبوا العالم يسمعوها، ولكن أحيانا شخص بيطلع لدرجة كتير عالية، ظروف معينة من فوق دغري تنزلوا درجات كثير لتحت، ظروف احيانا بتحكم. نحن مرينا بفترات حرب، خلينا نحكي عن الوضع النفسي للشخص، بس يوصل لاعلى درجات، خلينا نقول النجاح ماديا، ما حنقول بس معنويا، ولكن خلينا نقول ماديا، وينزل فرد نزله، فبصير عنده اكتئاب. وكثير عالم لاحظنا انه لا، صار عنده نوع من الاكتئاب، ما عاد اشتغلت حتى. قديش مهم انه نقول لا، نحن فينا نرجع نبلش من جديد لو كانت المصيبه شوي كانت كبيره علينا. صحيح، دائما فينا نبدا من جديد. كل يوم الصبح حقيقه سالي فينا نقوم الصبح ونفتح عيوننا، بما انه الشمس عم تشرق من جديد، فاذا فينا نحن نفيق ونقول نحن بدنا نبدا من جديد. فكل اشراقه شمس فيها بدايه جديده، كل نهاية شهر فيها بداية جديدة لبداية شهر جديد، كل بداية سنة نحن بداية جديدة. فدائما في بدايات. صح نحن خسرنا السنة الماضية، يعني في ناس بيفكروا انه انا راحت علي سنة فانا خسرت سنة، فبيفكروا بالخسران، وهذا اللي بيسبب الإحباط والاكتئاب. صحيح. انه انا قديش خسرت،
طب اوكي انت خسرت بس عندك امكانيات وقدرات، يلي عمل هذا الشيء، يلي عمل هذا المال، يلي عمل هذا الانجاز الماضي يلي راح، فيه يرجع يبدا من اول وجديد وفيه يعمل، لانه الانجازات مرتبطه بالشخص، ما بتجي هيك لحالها، يعني ما لها هي موجوده وقائمه لحالها، حتى استمراريتها هي مرتبطه بالشخص نفسه. لذلك إذا راح الشخص ممكن تروح هاي الإنجازات، وكثير أشخاص أصحاب معروفين وشركات ونجاح عالي راح نجاحهم وقت لهن راحوا. صحيح. فإذا المرتبط بالكثير شخصي، هذا الإنجاز هو كثير شخصي، لذلك نحن بدنا نعرف أنه نحن بما أني أنا عملت هذا النجاح فأنا بقدر بعمله مرة ثانية، وبقدر بعمله مرة ثالثة، وممكن أبدع بشي ثاني. يعني ممكن هذا الإنجاز يلي خسرته ما خسرته حقيقة، يعني أنا دايما بقول أنه ما أنتم مفكرين أنه خسرنا، لأنه هذا أعطاك خبرة، أعطاك تجربة قوية، أعطاك إمكانية لتخطي الفشل مرات ثانية، لمعرفة الأخطاء ودراستها. فهذا ما هو فشل، أنا ما بعتبره فشل، لأنه هو تجربة ساعدتك لأنك تأخذ خبرات من هالتجربة هي لتبني شيء جديد. أكيد. أقوى وأمتن. أكيد. كتير حلو دكتورة هذا الحكي، يعني عن جد بيعطينا تفاؤل ابتداء منا نحن الأشخاص اللي أوقات فعلا منحس أنه نحن فشلنا بجانب معين، نرجع منوقف كل يوم الصباح، نرجع منوقف على رجلينا، ممكن منحطت خطط صغيرة لليوم السنة، لازم نحن نحط خطط بتلائم إمكانياتنا وبتلائم هذا الواقع. دكتورة أكيد. شو أمنيتك على 2020؟ والله السلام كتار. والأمان، يعني أكثر من السلام والأمان عن جد أنا ما بطلب، دائما يكون الناس بتحب بعضها، يكون في ما يكون في هي الطائفية العنصرية، الأشياء اللي نحن بنتجنبها دائما، الأشياء اللي هي مزروعة لتكون سلبية بحياتنا نحن ما بنياها أبدا. نحن المحبة والتعاون، وأكبر دليل الشيء اللي شفناه بأعياد ميلاد وأعياد رأس السنة اللي مرقت، يعني كانت كتير فيها تآخي وفيها محبة بشكل كتير كبير، وهذا اللي بدنا اياه، وبدنا اياه يزيد، وبدنا نأكد عليه أكثر وأكثر. أكيد يا رب كل شيء تمنيتي يتحقق، هي أمنيات طبعا لسنة تحمل معها كل الحب وكل الخير. بدنا نتمنى لك شخصيا دكتورة رندا سنة حلوة عليك وعلى عائلتك، يا رب سنة خير وسلام، إن شاء الله بتحققي كل أمنياتك، كل عام وأنت بألف خير. وإلكم كمان، إلكم أطيب التمنيات. شكرا لك مرة ثانية دكتورة، ونتمنى لك كل الخير.